اش غادي نقول لخويا؟ على حسب الاستطاعه ديال الانسان، يعني كاين اللي عنده غادي يمشي واللي ما عندوش ما غاديش يمشي، يعني على حسب الاستطاعه، لان راك عارف الجهه الشرقيه الدخل ديالها قليل، وكاين الناس اللي ميسر عليهم الله، كاين اللي عندهم طوموبيل، وكاين الناس اللي عاود يعني عندهم الخدمه الصيف هو فاش كتخدم، يعني كيجيبوا داك القوت ديالهم غير في الصيف. بالنسبه هنا للساكنه ديال وجده، كاين السعيديه قريبه البحر، ماشي بحال فاس كاين غير لابيسينات، كاين وجده كاين السعيديه، كاين تافوغات، كاين زكزل. الاغلبيه ديال الناس ديال وجده كيمشيو السعيديه كاب دولو. الموضوع كنفضلوا شاطئ السعيديه احسن من لابيسين، احسن منه، وكل واحد كيفاش كاي. حنا بعدا هنا في وجده كنفضلوا شاطئ السعيديه احسن، لا بحكم المسافه والترونسبور، وبالنسبه لزابيسين ما كاينش بزاف في وجده، وحتى على حساب يعني لارجون. راي ديالي وجهه هذا كيفطلوا لي السعيديه بزاف على لابيسينات هنا، حيت ديجا انا ترجع حوايج من باب هذا مزيان كان لابيسين. كان الساكنه الوجديه كسائر ساكنه في المغرب، فهي تحب ان تبغي كاش تخرج مع الاسر ديالها ومع الوليدات ديالها، غير هي بالنسبه للمناطق عندها واحد النوع ديال التنوع، اللي هي مناطق جبليه ومناطق بحريه، فهي تفضل البحر الماء، ولكن مع الاسف ان شاطئ السعيديه من بين الشواطئ الغنيه بالرمال الذهبيه ديالها، وهي معروفه، لكن مع الاسف انه السلطه ما عرفت واش من السلطه المحليه او لا من شي جهه اخرى، اللي هو شاطئ السعيديه بقى يضيق للساكنه، سواء الساكنه الوجديه او للسياح بصفه عامه. لا ديجا انا في وجده ما عندناش دي بيسي اللي هما في المستوى يخدموا شي كاليتي زوينه، وديجا حتى هاد 60 كيلومتر بالنسبه للناس السعوديه ماشي شي حاجه اللي كثيره، دونك الناس تاع وجده كيفضلوا يمشيو في لي فاكونس ديالهم في السعوديه في كاب دولو مثلا. كاين جوج فئات، هما اللي كاينين في وجده، الفئه اللي لاباس عليهم هذوك تيمشيو للسعوديه عندهم الديور ولا تيقدروا يخرجوا يمشيو يكريو، والفئات الاخرى اللي مساكين متواضعين هذوك غادي الا كاين شي لابيسين رخيصه باش يصيفطوا ولادهم ولا يمشيو لسيدي حياه ولا يقعدوا غير يدوزوها غير هنايا، هذاك الشيء على حسب القدره الشرائيه وعلى حسب دور موظف صغير ما يمكنلوش يمشي للسعيديه الا يمشي الصباح ويجي العشيه، والاخرين اللي لاباس عليهم تيمشيو عندهم منازل تما، هذا هو اللي في الما هنالك وهذا. نعم ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.